السلام عليكم أساتذتي الأعزاء. في هذه المحاضرة سوف نحاول أن نتعرف على كيفية إضافة الأسئلة التي صنعناها بصيغة الـ QTI إلى المنصة، ومن ثم أعطاء مجموعة النشاطات التي سوف يقوم بها الطالب من quiz، من assignment، من discussion، من final exam، خلينا نقول الويت الخاص بها، وكذلك كيفية إعداد الأسئلة ويعني وكيفية سوف تظهر للطالب والتنفيذ. طبعا هذا هي المنصة الكانفاس. حتى نقدر نرفع الأسئلة بالبداية راح نروح طبعا على السيتنج. إن شاء الله راح محاضرات قادمة حنتعرف على السيتنج الخاص بالمنصة والخاص بالصف وإلى آخره. فهسه كيفية رفعها مثل ما قلنا بالبداية، نذهب يعني نفرض هسه أنت أول ما راح تفتحها يكون عندك الداشبورد، حشوف طبعا الصفوف الموجودة اللي هي إلك، أو مثلا إذا كنت كتدريسي هتضغط على الصف الخاص بك، راح تذهب إلى السيتنج. ها هنا من ضغطنا على السيتنج نذهب الى امبورت كورس كونتينت، ضغطنا هنا. طبعا هاي كل المحاولات اللي راح تظهر لك من عند رفعك للاسئله، هاي كلها محاولات رفع اسئله. باللون الاخضر هي محاولات ناجحه 100%، باللون الاحمر انه هناك اخفاق وانه كان اكو مشكله بالاسئله التي قمت برفعها. اما اللون هذا اللي امامكم اللي هو خلينا نقول برتقالي، بمعناته انه اوكي الاسئله تم رفعها بشكل كامل، لكن البرنامج او المنصه بين قوسين لم تستطع ان تتعرف على الاجوبه الصحيحه التي انت قمت بتحديدها، يعني الاجوبه المثاليه لكي تستطيع المنصه خلينا نقول التصليح الاوتو. اوكي هسه احنا شو راح نرفع الملف؟ بشكل عام راح نروح هنا كونتين تايب سيلكت 1، راح نضغط عليه، راح طبعا نختار اكيد qti.zip.file، ضغطنا راح نروح على تشوز فايل، راح نضغط، هذا هو الديسكتوب اذا كان موجود على الديسكتوب، دبل كليك تحمل، هنا صار. هسه راح نقول له اوكي امبورت ذا فايل، ننتظر قليلا، شوف هنا شنو اللي صار، هذا هو الفايل الجديد، راح ننتظر اكتماله. ننتظر قليلا، اوكي اكتمل. ولما اكتمل الفايل زين ورفع الى المنصه، حتى نقدر نسوي امتحان راح نروح اول شيء على الاساينمنت ونذهب الى هذه النقاط الثلاثه لغرض اعطاء جروب ويت. هاي طبعا من اني سويتها، طبعا اكيد هاي اول شيء راح تكون هي لك بهاي الصيغه، فراح انت تضغط ها هنا، فجميع الفعاليات اللي انت حتقوم بها وتنشرها للطالب راح تظهر لك هنا، من assignments، من quizzes، من discussion، من final exam، ويطلع لك التوتال. فانت راح تجي تقسم حسب اللي انت تريده بمعدل توصل لل 100، فلنفرض مثلا هنا انت تريد 30، مثلا هذا انت تريده 15، وهذا انت تريده ايضا 5 مثلا، وهكذا بحيث حيكون الناتج امامك هو 100. شو طبعا التقسيم والدرجات اللي انت تشوفها افضل الك، طبعا هذا في الشيء عائد للتدريسي. اوكي هنا نرجع نخليه 10، وبالاخير شو راح نقول له؟ راح نقول له سيف. ولما كملنا خلينا نسميها هسه احنا هاي الاعدادات اللي هي الخاصه باعطاء الويت، راح نروح للكويزز. بالكويزز المفروض هنا حصنع الاسئله، بس قبل ما راح نحاول نصنعها احنا شفنا مجموعه الاسئله اللي رفعناها، فشلون اوصل لها وشلون اشوفها؟ هروح من رحت للكويزز، هروح هنا على هاي النقاط الثلاثه اضغط عليها، راح نشوف هنا مانج كويستشن بانكس، نضغط عليه، ننتظر قليلا، تشوفون هسه هنا هي جميع الاسئله اللي انا قمت برفعها. شو تمثل هاي العلامات؟ طبعا هسه بعدين حنشوف الدواخل، بس خلينا نشوف ان هاي العلامات شو تمثل. طبعا هذا اذا انت تريد مثلا اكو اسئله شفتها متكرره، شفتها بها اشكاليه وتحذفها، فراح نضغط ها هنا ديليت، مثلا نريد نمسح الاسئله المقاليه، فبس اضغط هنا على الاوكي راح تمسح. او اذا اريد اغير التسميه مالتها مباشره بس اضغط على علامه القلم ها هنا ونغير يعني التسميه الخاصه بالاسئله المقاليه. اوكي او اعطاء المارك. اوكي هسه انا اريد اشوف الاسئله المقاليه. طبعا الاسئله المقاليه طبعا هسه من حضغط عليها
شوف هي هياتها صارت بهاي الصيغة. طبعا نفس الحالة أقدر أحذف من هنا السؤال أو أقدر أعدل عليه إن كنت أحتاج إلى تعديله. فمن ضغطت عليه فيطلع لي question، نوعية السؤال هو سؤال مقالي درجة مثلا درجة واحدة عليه. طبعا هاي الدرجات من نسوي question نقدر نتلعب بها. هنا هسه هاي صيغة السؤال، ورا ما نكمل مثلا نعدل الخطأ راح أقول له إيش أبديت. أوكي زين، بالنسبة مثلا الغير أنواع من أنواع الأسئلة، إذا أشوف الصح والخطأ مثلا مالتها، لنفرض مثلا هنا ترون فولس، هروح بشكل سريع هنا نضغط عليها، بس أخلي هنا تيك مثل ما يقولون show question detail، رأسا شو حينطيني correct answer. أوكي وهكذا نريد إنها هواية. هسه أني أريد أشتغل على أساس أسوي كويز. نرجع كويزز، إيش راح أضغط هنا؟ كويز جديد. أوكي أدي كويز. هنا أنا طبعا هو اسم الأسئلة اللي أنت تحب تضيفها، شنو هي الأسئلة أو الاسم الامتحان اللي أنت تريدها. مثلا أني أريد أسمي introduction to computers، راح اقول لك كوبي. هنا انا راح اخلي الاسم. اوكي خليت هسه الاسم اول واحد. هسه بعده شو راح نخلي؟ راح نخلي التعليمات اللي ترغب اللجنة الامتحانية بوضعها. فلنفرض هذه هي او التدريسي، شوف يعني هو ان كانت يعني فاينل اكزام خاص باللجنه الامتحانيه او خاص بالتدريسي، فراح نخلي هنا شنو انت تريد توضح للطالب، انه انسر اول كويستشن ذا تايم ذات انسر. مثلا انت عندك مثلا 15 دقيقه، لان انا حسوي مثلا امتحان لمده اوكي راح نبقي 75 دقيقة فقط على مود من ينفتح الامتحان يكون عندنا مجال. بعض الامور يو هاف اونلي وان اتمت، عندك محاولة واحدة، لازم من الورق اي 4 الى اخره من هذه الشغلات. نجي هسه على الكويز تايب، نوع الكويز. من نجي هنا انا عندي مثلا اول واحد البراكتس كويز، هذا شنو معناته؟ انه هذا حيكون فقط اختبار، ليس عليه درجات، لا تمنح على اساس اي درجة. اما هنا طبعا الكويز هو هذا اللي اني اريده كمنح درجات، وايضا عندك غير انواع، بس احنا هذا هو اللي يفضل عندنا، احنا مو كل الشغلات احنا نحتاجها. نجي هسه ايضا نوعيه الشيت هيدي، انت هل ترسله كاسايمنت، هل ترسله ككويز، هل ترسله ديسكشن فكفاينل اكزام، يعني حتى يطلع لك بالودث. بما انه هو كويز فاذا اكيد انا وين حخليه بالكويز. هل تريد انه الاسئله يصير بيها نوع من انواع يعني شفل انسر، يتم بخلط الاسئله والى اخره؟ طبعا اكيد انا اريد هذا الشيء. التايم ليميت اللي انت تريد تسوي، طبعا انا بما انه اخبرت الطلاب 75 دقيقه فاذا اكيد راح يكون ايش قد 75 دقيقه بالنسبه لي. هل يا ترى انت تريد تسوي محاولات متعدده للطلاب اكثر من محاولة؟ لنفرض انك اوكي كنت تريد تسوي ثلاث محاولات لنفرض. اوكي هل انت تريد تاخذ الاعلى من هاي ثلاث محاولات، اخر واحدة من هاي ثلاث محاولات، او تاخذ الافرج مال هاي ثلاث محاولات؟ اذا هنا طبعا هنا عدد يعني الارسالات مثلا بس واحدة تريد او ثلاثة مثل ما قلنا، بس احنا طبعا اكيد احنا فقط نريدها محاولة واحدة فقط. زين ايضا حتى من نجي اريد نفهم حتى نجي نفهم بقية الاعدادات بالنسبة الى انا هنا طبعا، هل انه اريد اخلي الطالب يشوف الاجوبة الصحيحة؟ لا ما اريد اخليه يشوف الاجوبة الصحيحة، فلهذا انا هذا اشيله. وايضا نفس الحالة هنا اذا قلت له شو one question التايم، يعني معناته انه شيري ايش راح يصير؟ الطالب حيظهر له سؤال سؤال حتى ينتقل الى السؤال الثاني، يجب ان يضغط على نيكست. اوكي طبعا هنا راح تتوقف هواي امور، طبعا نفس الحاله مثل ما نقول هو حسب التدريسي، اذا كنا نحكي عن صف خاص بالتدريسي او حسب التعليمات الوارده للجنه الامتحانيه، هل تظهر للطالب السؤال بالصفحه واحده فيضغط النيكست وينتقل الى السؤال الاخر
يعني أو تظهر جميع الأسئلة في صفحة واحدة كما قبل شوي شفتوها من شوافتكم القاعة البيانات الموجودة عندي. إذا ضغطت هنا أيضا راح أقفل السؤال الرجعة، بمعنى أن الطالب جاوب على السؤال الأول وذهب إلى السؤال الثاني، بهاي الحالة ما راح يقدر بعد يرجع للسؤال الأول. وبصراحة يعني أعتقد أنه هذا نوع من أنواع الإرباك للطالب في حالة اتذكر فشيء أو ما عرف يجاوب السؤال الأول، ما عرفه يعني حيضطر يجاوب أي شيء فقط على مود يضطر أنه يمشي بقية الأسئلة، فهذا يفضل عدم وضع يعني هذين الأوبشنين ما نختارهم. أوكي ما راح نختارهم، هذول نعوفهم ما ندخل بهم. نجي هنا نجي على هذا الخيار، هذا شنو القصد من عنده؟ هذا إذا أنت كنت تريد تدزها لجميع الطلاب فراح نكتب على everyone، أو إذا كانت عندك هنا جروبات أو مثلا عندك صف يعني فرع التكرير فرع التلوث وإلى آخره وتريد فقط تدز لفرع التكرير، أو إذا تريد تمتحن طلاب معينين مثلا الصفا أو أيمن أو إلى آخره من الطلاب الموجودين هنا. أنا يعني for everyone، بس أنا مثلا حدز يعني هو لكل الطلاب الموجودين عندي. أجي هسه إلى وقت الامتحان شو وقت يبدي وشو وقت يخلص. اوكي طبعا الافتر شو وقت راح يبدي؟ انا هسه المفروض انا منطيهم ساعه و75 دقيقه ساعه وربع، فبالتالي خلينا نقول نضغطها هنا اليوم 6 بالشهر راح اجي اخلي الوقت يبدي يعني خليه يبدي هسه لين اوصل واكمل، خلينا نقول و55 يعني بالوحده و55 دقيقة. اوكي حنقول له اي ام، حقول له هسه هذا اوكي. نيجي هنا المفروض 75 دقيقة يعني حينتهي بالثنتين و 75 بالوحدة يعني اوكي حتكون بالثنتين، نضغط هنا طبعا حتكون بالوحدة تكون مثلا بالوحدة و40 دقيقة. طبعا نفس الحالة هنا اي ام راح نضغط، هذا اكيد نهاية ال هو نفسه. هسه شو اقول له سيف ان ببلش. شوفوا هنا اعتراض ليت سوري آسف هنا أنا مفروض بالثنتين ثنتين واربعين اوكي. هسه احنا هذا اللي هسه كانه حيظهر للطالب اول ما راح يبديه انه اسم الامتحان التعليمات راح يظهر هسه بعد شوي راح نضيف اسئله عدد الدرجات الوقت الى اخره وبقيه المحاولات ايش كم محاوله انت عندك ما عندك محاولات ما عندك تقدر تشوف يعني فقط حتقدر تشوف الاسئله كلها بنفس الوقت. فنجي نريد نضيف الأسئلة، شلون نجي نضيف الأسئلة؟ راح نقول له هنا إديت، راح نرجع وين نروح المرة؟ راح نروح على الكويستشن، راح نروح هنا على الكويستشن، شلون نجي نضيف الأسئلة؟ طبعا مثل ما قلنا راح نضيفها من خلال بنك الأسئلة، راح نضيفها من خلال بنك الأسئلة، وعرفنا ليش بنك الأسئلة، وما نريد نعيد أكثر من جروب. كل جروب حيختص بنوعيه من الاسئله حتى نقدر ناخذ من عندها فد اكثر من سؤال ونقدر نسوي فد ماتشنج. بما انه انا عندي بنوك مال الاسئله وشفناها قبل شويه راح اضغطها هنا. الجروب الاول اللي هسه يعني انا هسه سميت انه اريد من الجروب الاول اللي هسه بعد شويه راح احدده يا جروب، انا اريد خمسة أسئلة من هذا الجروب وراح اضيف له وحضيف العفو على كل سؤال درجتين. حتى هسه لحد انا ما ربطت ويا جروبات اللي اني اللي خالها بالبنك بعوات كويستشن بانك حتى اربطها، فهنا أنا ضغطت عليه. طبعا تدريسي هنا راح يفهمهم هو يريد خمسة اسئله كل سؤال عليه درجتين، مين يا ترى راح يريدها من ترو ان فولس حددناه، حنقول له سيلكت. هذا خلصنا اول واحد، حقول له اوكي هسه كرييت. اول واحد سويناه.
هسه نجي على الثاني. هسه حنجي على الثاني حنقول له اوكي، هم نفس الحاله. حقول له هسه انا اريد من الجروب الثاني اللي هسه ححدده لك اخذ مثلا سؤالين اوكي، كل سؤال عليه 5 درجات، كل سؤال عليه 5 درجات. هسه راح احدد له. طبعا انا هنا خلي نفرض انه انا اريد من اوكي ثواني العفو، هذا اللي هو اختيارات متعدده، واقول له هسه اوكي. هسه لو نجي اساتذتي الاعزاء، ايش قد صار عندي؟ 5 × 2 اذا هاي 10، يعني 5 × 2 10. انا هنا هاي صارت 20، نفرض انا الامتحان من 50، فاذا لازم تكون الـ يعني الدرجه من 50. ولا تشوفون لحد هنا ايش قد منطيني ايش قد؟ منطيني 20 درجه. اذا نكمل. اذا انا احتاج هسه الجروب الثالث لنفرض اني اريد سؤال واحد، وهذا السؤال عليه 10 درجات، ولنفرض انه هذا من الأسئلة النصية. اوكي، اقول له اوكي. هسه صار عندي هذا، ناخذ سؤال جديد، هالمرة راح يصير جروب 4، هالمرة ايضا سؤال واحد وايضا عليه 10 درجات، وراح يكون راح نربطه. احنا اخذنا هذا، خلينا نقول الابلود فايل اوكي، خلينا نشوف ايش قد صار الثاني عندي درجات. هنا 10، هنا 10 درجات، هنا صارت 20، 30 اوكي، وهذا هسه صارت ايش قد عندي؟ صارت 40. اذا احتاج بعد 10 درجات، اذا ايضا حروح هنا، اذا جروب الخامس حيصير جروب الخامس، ايضا حصير هنا لنفرض حاخذ 5 درجات، او عفوا 5 اسئله، كل سؤال عليه درجتين، كل سؤال عليه درجتين. مين حاخذه هذا مثلا؟ خلينا نشوف، اني خلينا نقول ملتيبل تشويس سوري، هذا اوكي خلصناه. هسه ايش راح اقول له؟ سيف. هسه هنا أنا هو شوف شنو اللي صار هسه انا عندي، طبعا بس لحد الان بعاني شنو حتى نسوي ببلش حتى نعمل مع الطالب. هذا هو اوكي. هسه امتحان 75، هاي المعلومات 50 بوينت كويز، يس هنا عندنا انسر 75 منت، هنا الشغلات، وهنا طبعا احنا نقدر نسوي ترتيبات معينه. هسه انا حسوي بريفيو حتى اشوفه بالنسبه من نظر الي شلون حيكون. حيكون بعد هاي الصيغه تشوفوها، هسه هاي الصيغه اللي ظهرت الي بالنسبه للاسئله. هذا طبعا السؤال الاول، طبعا هذا السؤال الثاني. هنا هو ايش راح يصير؟ حيصير انه التدريسي هاي النظره مالته، زين الطالب شلون حيشوف؟ هاي ستودنت فيو، هنا اضغط عليها انتظر قليلا. الطالب حيشوفها بهالصيغه، انه هو عنده مهمه تنتهي، اوكي تنتهي ساعه بالثنتين و40 دقيقه، 50 درجه، 14 سؤال نزل له. الوقت المسموح بها الافيلبل هو شو وقت؟ بال 51 دقيقة، يعني بعد دقيقتين مثل ما تشوفوا هنا، بعد دقيقتين راح تنزل للمهمة. هنا شو وقت أيضا تنتهي؟ بعد تقريبا ساعة، الزمن هو 75 دقيقة. فهنا هسه هو مقفل ما راح يقدر يشوفها الآن يبدي الامتحان. خلي نطلع من هنا من نظر الطالب، راح نشوف أوكي. انتظر شوي لين يخرج. هنا طبعا هذا هو الطالب، وعلى حد الان ما ظهر اي مهمه، ما ظهرت للطالب، ان شاء الله ستظهر له. اوكي هسه المفروض اني ارجع بعد على الكويزز. هذا هو هذا هو الكويز. الطالب
هسه الطالب بننتظر، وهنا دخلت له المهمه. هسه الطالب دخلت له المهمه، الطالب الموجود هنا الموجود امامنا هذا هو الطالب، لان يعني كحساب الثاني دخلت به. اذا هسه المفروض على الطالب راح يدخل على الامتحان اللي هو 50 درجه. هسه حيقول له هاي المعلومات ظهرت امام الطالب، answer all question الى اخره، يقول لك اوكي تيك ذا كويز، راح يجي يجاوب عليها. طبعا احنا راح بصراحه نجاوبه بشكل يعني سريع لا اكثر ولا اقل. فمثلا هسه هنا بعد التنقل ما بين الاسئله بالنسبه للطالب، يقفز مباشره للسؤال السابع الى اخره. بعد ننتبه على شغله انه المؤقت هنا بدا يشتغل، المؤقت بدا يشتغل 44 و4 ثواني، 44 و2 ثواني الى اخره، الان يخلص السؤال. فراح يجي الطالب يجاوب، مثلا نفرض انه هذا ترو، لنفرض هذا فولس، مثل ما قلنا حنسترد نجاوب بشكل يعني بعدين لحد يقول لي. بعد شو بدا تشوفون انه هو اخذ خمس اسئله، من اخذها من الجروب الاول. هنا السؤال ايضا هذا اللي اخذه من اخذه من ايش؟ المالتي تشويسز اللي هو الاسف ملتي انسر ملتيبل انسر اللي هو الاسئله المتعدده. فنختار مثلا الطالب اختار خيارين اوكي، بعدين نجي مثلا هنا ايضا هذا هو السؤال المقالي، الطالب اللي حيجاوبه هسه في هاي الحاله هذا هو السؤال المقالي، جاوب الطالب. هسه هنا طبعا هذا السؤال اللي هو الابلود فايل راح ورا ما كمل اجابته راح يقول مثلا تشوز فايل، وين حيظهر له؟ مثلا حيظهر له على الديسكتوب، شوف يعني مثلا خلينا نقول الصوره الموجوده او الى اخره، اذا يرفعها حيحدد ومن ثم يقول له اوبن، فراح يرفعه هنا. بعدين ايضا هسه بقيه الاسئله مثلا هذا، طبعا هنا هاي الاسئله الاخرى شنية هسه يختارها ايضا اوكي، بعدين يختار اوكي هسه الاسئله، ومن ثم هسه شو حيسوي؟ حيسوي سبمت للاسئله. من حيسويها سبمت هنا حيقول لك اوكي الطالب سوى سبمت ايش قد طلع من 50، يعني قلنا احنا على السريع طلع فقط 9 من اصل 50 اوكي الكوركت اوكي. هل انه هو حيحافظ اذا انا بقيت على محاولة واحدة حتبقى فقط 9 من 50؟ الوقت اللي استغرقه الطالب في عملية الاجابة هي فقط كانت دقيقتين، كانت فقط دقيقتين اوكي. طبعا هذا اللي اذا نشوفه هسه اللي هو بنظر الطالب وكيفية الطالب جاوب على الأسئلة. أشكركم لسماعكم للمحاضرة، ونلتقيكم في محاضرة قادمة.